اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. فقرتنا النهارده الحواريه في اخر النهار فقره متعلقه ببكره. بكره بتاعنا، بكره ده بيشكله وبيحدده حاجات كتير، منها قراري انا الشخصي كمواطن في ان انا اختار الشخص اللي يرسم لي ملامح بكره ويساعدني على وضع السياسات والخطط والرؤى اللي تخلي بكره بتاع مصري ومصرنا كلنا احسن. انتوا عارفين ان احنا في خضم دلوقتي، بلاش خضم دي تقيله، في وسط معركه الانتخابيه لانتخابات مجلس النواب. تمت المرحله الاولى في 14 محافظه خلال الايام الماضيه، وفاضل المرحله الثانيه اللي هتتم في المحافظات المتبقيه في مصر في مطلع شهر نوفمبر القادم. هو السؤال المهم انه ليه اختار حد معين، وايه المواصفات اللي ممكن تبقى متوفره في المرشح اللي انا اختاره بسببها عشان يمثلني. الموضوع ببساطه ان حضرتك بصوتك بتاخد المرشح ده من ايده تقعده على الكرسي في البرلمان عشان يمثلك ويبقى سفيرك والمحامي بتاعك واللي بيطالب بطلباتك واللي يجيب لك حقك اذا ما حد اغتصب هذا الحق. فبالتالي اذا احسنت الاختيار انت المستفيد، واذا اسأت الاختيار لا تلومن الا نفسك. عشان نتكلم عن المعركة الانتخابية وهنتكلم عن الدور الحقيقي اللي المفروض النائب البرلماني يقوم بيه وايه اللي ممكن يقدمه سواء لاهل دايرته او للوطن، لانه في النهاية نائب امة كمان مش نائب دايرة بس. خلوني ارحب بضيفي العزيز وصديقي العزيز المهندس طارق شكري، وهو رئيس مجلس ادارة مجموعة عربية القبضة، وهو ايضا رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بوزارة الاستثمار. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. ربنا يكون في عون. انا عارف الانتخابات امر صعب. صحيح. والمعركة الانتخابية صعبة، خصوصا حاجتين، انه المرشحين دلوقتي بينهم معركة شرسة وكلهم كفاءات وكلهم ناس كويسة، وكمان وعي المواطن زاد جدا عن زمان بعد الثورات اللي حصلت والاحداث السياسية، وعي طبعا. المواطن زاد جدا، فبقى بيفرز ويختار وينتقي. فانا اعتقد انه ده احسن جو ممكن ننتخب فيه برلمان لمصر. صحيح. صح؟ صحيح. قول لي كيف ترى فكرة البرلمان قبل ما نخش بقى النائب، البرلمان دوره ومجلس النواب تحديدا دوره ايه واهميته ايه سواء للنائب اللي هيبقى فيه او للناخبين؟ طيب، الحقيقة طبعا البرلمان دوره تشريعي ورقابي، وحاليا بيقوم بدور خدمي. صح. لعدم وجود المحليات، عدم صدور قانون المحليات، فبالتالي عضو البرلمان بيقوم بدور التشريعي والرقابي والخدمي. التشريعي ده ممكن يكون خدمي جدا، احيانا الدور التشريعي يكون هو ده الدور اللي هيجيب لك حقك. هو الدور اللي هيسهل لك حياتك، هو الدور اللي انت بتقابلك مشكلات في حياتك فهذا القانون اللي بيناقش في البرلمان عشان يصدر لصالحك هيسهل لك حياتك. فهو ده نقطة حلوة جدا، اللي هي فكرة الخدمات بصورة غير مباشرة. كل الناس فاهمة الخدمات انه اهل الدايرة يروحوا للنائب عين لي فلان اعمل لي كذا عالج لي كذا، لكن الخدمات العمومية اللي هي بصورة غير مباشرة واللي في رأيي هي اكثر افادة طبعا للجميع، ان انا اعمل سياسات صح طبعا واعمل خطط صح ومشاريع قوانين صح تعود بالنفع على الناس كلها. ده صحيح. والحقيقة انا يعني حسق جملة من سيادة الرئيس قال ان الطبطبة على المواطن مش نقول له كلمة حلوة بس، ان انا مهد له طريق. صح. اسهل حياته، اوجد له قانون يخليه في اريحية، اخلي مؤسسات الدولة اكثر سهولة، هي دي الطبطبة على المواطن. صحيح. فدور مجلس النواب انه يساعد في كده. تمام. غصبا عننا لحد ما يبقى فيه محليات وتقوية وفاعلية للمحليات هيكون بدور خدمي، لازم هتبقى عامل الدور الخدمي اللي هو في اتصال مباشر مع اهالي الدايرة ومحاولة تلبية طلباتهم. صحيح فعلا. هل بتشوف ان ده بيبقى معوق شوية عن عملك الاساسي كنائب ان شاء الله لما يحصل، يعني ان شاء الله، في فكرة التشريع والرقابة ودراسة القوانين وما الى ذلك؟ لا، في تقدير الحقيقة انه المرشح وبالاخص المرشح الفردي زي حالتي، انا مرشح عن دايرة مصر الجديدة ومدينة نصر. تمام. لازم يكون عارف دايرته كويس جدا، ولازم يكون ملامس لمشاكل الناس. انا بقالي اسبوعين ثلاثة بتجول في مصر الجديدة ومدينة نصر بعمق طول النهار عشان ألامس الناس، عشان أعرف حقيقة المشاكل. كويس. لأن الحقيقة أنا يعني مقتنع بسياسة إنه لازم يكون في مشورة قبل التنفيذ. مشورة قبل التنفيذ. قبل التنفيذ. يعني لو في أي قرار هيعرض على المجلس أو هيدرس أو واحد هيتولاه لازم يكون في مشورة. طبعًا. والمشورة دي منين؟ المشورة دي من الناس. عليا إن أنا أنزل للناس، أسمع طلباتهم، أشوف أولوياتهم، أشوف بعيني، لأن بدون الوجود على الأرض هيبقى كلمات. مش هكون في نبض الشارع، عشان اكون جوه نبض الشارع ساعتها هتبقى معزول عن الناس خالص. فانا ما احبش النائب الالكتروني، انا عايز نائب على الارض. صحيح. نائب يلامس الناس، يعرف مشاكلهم، يفهمها، يعمل اولويات، يبتدي يشتغل ويخدم عليها. صح. قرارك بالترشح كان مبني على ايه؟ الحقيقه كان مبني على حاجتين.
اولهم رد الجميل لبلدي بان الحقيقه خدمه المجتمع امر مش بسيط طبعا، وامر اللي عايز يعمله صح وبجد هيعمل فيه مجهود وهيعمل فيه وقت كبير لخدمه دايرته. وبلدي دي صاحبه الفضل عليا، قصه نجاحي بسببها بلدي، فانا جاء الوقت في السن ان انا عايز اقدم الخدمه دي لبلدي. تاني حاجه انا ابن مصر الجديده، مولود فيها وعشت نص حياتي في مصر الجديده ومدينه نصر، فالحيين دول ليهم اهميه كبيره جدا ومحبه كثيره في قلبي. اتمنى اشوفهم حي نموذجي. انا كمهندس عندي افكار كثيره استطيع ان انا اطبقها على الارض. نزلت للمواطنين وشفت اهلي بعد كل الكباري والانفاق اللي اتعملت دي، ده كل الكباري والانفاق اللي اتعملت عمل ثوره يعني 100% في الطرق في طبعًا مصر الجديده ومدينه نصر. يعني يمكن في النقطه دي هاخد مع حضرتك الحديث، الكباري دي والطرق حلت جلطه مروريه. الطرق والشوارع في مصر الجديده ومدينه نصر كانت ازمه، بس لسه بس بنتوه فيها شويه، لكن تمام. لا يعني الناس خلاص عرفت بقى، عدى شهرين بنسبه كبيره. فالشوارع هايله والمرور جميل والناس كلها اتبسطت جدا. صحيح. بس نتج عن كده ايه؟ نتج عن كده ان في شويه حاجات تانية بقت عايزه تتعالج، زي على سبيل المثال العبور الامن. اهالينا عشان يجوا يعدوا الشوارع لما بقى خمس حارات بقى من الصعب جدا ان هو يعدي من غير وجود مطب صناعي مش عرضه مش اقل من 4 متر اللي بيهدي العربيه عليه بالكامل. أيوه. واشاره مروريه او كوبري مشاه يمكنه من تعديل الناحيه الثانيه. فالحقيقه ده احدى النقاط المهمه جدا لمصر الجديده ومدينه نصر حاليا، انه احنا بنبحث كيف يكون العبور الامن من خلال المطبات الصناعيه والكباري وخلافه. نقطه ثانيه مهمه جدا جدا، الزراعه. مصر الجديدة كانت مشهورة انها فيها مسطحات خضراء كتير. صح. ومدينة نصر نفس الكلام. وده يمكن الناس كانت بتروح لها للحتة الجميلة اللي فيها. مزبوط. دي مصر الجديدة بالذات طبعا كان اللاندسكيب والمساحات الخضراء فيها كانت هايلة. صحيح. طبعا حصل انقاذ كبير فيها وما كانش في حل تاني، يعني ده كان امر طبيعي. زيادة السكانية هتخليك لازم تزود الحارات المرورية. فانا برضو عندي وجهة نظر في ازاي اعيد مصر الجديدة الجميلة. انا برضو كمهندس بفكر، طب في ظل الوضع اللي موجود، المساحه الاول كانت الزراعه واخده مسطح افقي، مسطحات نجيله جزر فيها 20 30 متر من النجيله. طب المتبقي الارصفه، يبقى لازم نغير فكرنا ونعمل مسطحات خضراء راسيه، شجر ونخل بدل النجيله الافقيه اللي كانت. صح. موجوده مسطحات كبيره. بس تخيل لو خدنا كل الحارات يمين وشمال بقى فيها مسطحات من الشجر والنخل بكثافه وتحتيه مجموعه من الزهور، هنحدث شكل كبير جميل جدا يرجعنا تاني لشكل مصر الجديده ومدينه نصر اللي احنا بناها وعايشين فيها. صحيح. في ظل الموجود ومتاح، في ظل الحاله اللي موجوده اللي احنا حلينا بيها المرور. مفهوم. كمان في نقطه مهمه جدا جدا اللي هي متحدي الاعاقه. متحدي الاعاقه، مصر الجديده حي راقي، مدينه نصر حي راقي. الاثنين حيين يعني نسبة الثقافة فيهم عالية جدا، قاطنيهم مميزين جدا جدا. أقتنع إن 10% متحدي الإعاقة من السهل جدا إن احنا نوفر لهم الحياة المناسبة من خلال أشياء كثيرة. أولها الرامبات. ثانيها الهاندريل. الرامبات دي اللي هي المطالع والمنازل اللي مكان السلالم. طبعا يعني عشان اللي على كرسي متحرك يعني شفاه الله يبقى قادر يتحرك بسهوله، وكبار السن. صحيح. انا بدعو ان في المرحله القادمه ما يبقاش في منح ترخيص او رخصه تشغيل مبنى اداري او تجاري الا لما يكون محقق هذه الشروط. لان انا مش ممكن ان انا هيبقى عندي والدتي ولا حد كبير ومش هيقدر ان هو يعدي الشارع. صحيح. او يدخل العماره في ظل وجود سلالم ووجود بردورات. العالم كله، حضرتك طبعا سافرت في كل حته، هتلاقي في كل مكان الرامبات متصله. صح. وبالتالي اقدر اعمل حركه سريعه دون الاستعانه بحد. مظبوط. تعديه الشارع بيكون مستوى الرصيف هو مستوى نفس الممشى، او في حته منه مكان مخصصه للرامب. في او مكان المطلع ده بالظبط علشان يمكنني من التعامل مع التعديه ومع السلم ومع الدخول. فبالتالي انا بتخيل ان النائب مهم جدا انه يراقب، انه يصدر قوانين في هذا الشان تسهل حياه الناس وتخلي مصر في التطور الكبير قوي اللي بيحصل فيها ده بالشكل الحضاري اللازم. صحيح. مش ممكن يكون ذوي الاعاقه او كبار السن مش واخدين هذا الاهتمام. ممتاز. دي نقطه مهمه جدا. نقطة جدا مهمة طبعا. كمان انا شايف حاجه تهم المراه. حضرتك لو بتكلمنا عن افكاري فانا بفكر في ايه مصر الجديده ومدينه نصر ومصر كلها في 2020، وسياده الرئيس مهتم اهتمام كبير واستثنائي بالمراه. هل يعقل ويجوز ان يكون التحرش الالكتروني مجرد سب وقصف؟
تحرش الكتروني طبعا على السوشيال ميديا طبعا. حضرتك المرأة المصرية بتتعرض لتحرش الكتروني مستمر لحد دلوقتي جريمة سب وقذف بس. هل يعقل ان يكون التحرش الالكتروني اللي بتعرض ليه أهالينا وزوجاتنا وبناتنا مجرد سب وقذف؟ طب ايه الضرر النفسي والضرر المعنوي وفين الحماية ليهم في هذا الامر؟ تمام. اعتقد ان لابد ان التحرش الالكتروني يتحول الى جنحة عشان يبقى في ردع. لا ده يتحول لجناية يعني اتمنى. هي جنحة لا هي مش جنحة حاليا سب وقصف. جنحة سب وقصف جنحة سب وقصف بس جنحة سب وقصف انت عارف انها بتنتهي بغرامة 50 جنيه و100 جنيه. انا عشان كده بقول لك ترتقي من جنحة لجناية مثلا جناية تحرش او هتك عرض انثى بالظبط او يكون فيها عقوبة رادعة بجد. فحضرتك عايز تساوي التحرش او اي هتك عرض او عنف بيمارس في الشارع زيه زي التحرش الالكتروني بالزبط. هو نفس التاثير طبعا وحدك احيانا يكون اكتر. حدك بيستخدموا دلوقتي الصور ويعملوا فوتوشوب عليها ويحصل مهاجمه على السيدات ويحصل اساءه ليهم ويسمعوا كلمات غير لائقه. ده امر له علاقه بالسلام الاجتماعي طبعاً. له علاقه باستقرار الاسره. اعتقد ان يعني الاهتمام بقانون التحرش الالكتروني حاله حمايه واجبه للمراه المصريه. صحيح صحيح. في زمن انا شايف ان المرأة المصرية الدولة مهتمة بيها جدا 25% مجلس النواب القادم باذن الله يعني حالة طيبة للغاية. طبعا طبعا. لا والمرأة المصرية في كل موقف الحياة بتثبت انها مش اقل من الرجل يعني ب100 راجل. صحيح. طب اسمح لي يا باشمهندس هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا واسألك عن بعض الطلبات والطموحات اللي موجودة كمان عند سكان مصر الجديدة ومدينة النصر وشوف حضرتك ممكن تخدمهم فيها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. مازال في ضيافتنا المهندس طارق شكري المرشح عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر مرشح مستقل ونتحدث عن افكار لخدمة مصر الجديدة ومدينة نصر ويتحدث عن بعض الافكار والملفات اللي مهتم بيها هو شخصيا المهندس طارق لخدمة اهالي دائرته. وهنتكلم في النص الثاني من الحوار عن طبيعة الدائرة نفسها دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة لانها الحقيقة دائرة صعبة شوية. اولا البعد اللي قاله المهندس طارق هو فكرة انه اهلها مثقفين ومتعلمين وعلى وعي ودرايه باللي بيحصل. رقم اثنين شويه متباينه المستويات يعني صحيح. عندك مصر جمهوريه نصر فيها طبقات راقيه جدا جدا فيها لوردات بتوع زمان لسه عايشين وفي طبقه متوسطه محترمه وفي بعض المناطق حتى الاميل الى العشوائيه والفقيره اللي موجوده في اطراف يمكن مدينه نصر او في ظهير مدينه نصر شويه زي الحي 4.5 وحي العرب وما الى ذلك. عزبه الهجانه 4.5 عزبه العرب عزبه نصار عزبه. فهنا التعامل مش هينفع كله بمزوره واحده معاهم طبعا. فمثلا نبدا بالعزب والمناطق الصعبه اللي موجوده في ظهير مدينه نصر ممكن تفكر تخدمهم ازاي؟ الحقيقه انا نزلت لايام طويله في كل المناطق دي واهالينا الحقيقه هناك يستحقوا خدمات اكثر ويمكن انا اخذت شعار الحمله برا شعارات تستحقون خدمات افضل. الحقيقه انه فعلا المنطقه ينقصها كل الخدمات. يعني طبعا هي كانت الاول منطقه غير منظمه صح. بقانون التصالح اصبح الان هي اصبح هتبقى بما ان في يعني اقبال كبير على التصالح هتبقى هذه المنطقه منطقه شرعيه رسميه مزبوط. قانونيه وطبعا الجميع الدوله هتعترف بيك وتديك الرخصه خلاص. فبالتالي هيحصل فيها تدفيع للخدمات اللي ناقصه الميه والكهرباء والصرف والغاز وخلافه. في حاجات كتير جدا جدا تؤلمك نفسيا. تلاقي عزبه زي عزبه العرب بيعدي فيها خط الغاز في منتصفها وصولا لمشروع معين وهم ما عندهمش غاز. طب ده ينفع الكلام ده؟ فبنطالب ان يبقى اكيد هم اولى لان الخط ده معدي ومبوظ لهم الاسفلت ومبوظ لهم الطريق اللي في قلب العزبه. يعني معدي عندي وانا محروم منه. وانا محروم منه مش معقوله. تمام. عزبه الهجانه او بقيه العزب ليهم مطلب الحقيقه انا بايده جدا وكلمت فيه يعني المسؤولين عشان يخفضوا قيمه التصالح من 150 جنيه الى 50 جنيه. لان الحقيقه في قرار صدر من دوله رئيس الوزراء بتخفيض رسوم التصالح في القرى والنجوع الى 50 جنيه. صح. طب ما هي دي قريه. وهي دي نجعة ودي زيها زي اي قريه في اي محافظه بيمكن احيانا اقل في مستوى المالي. انا عايز اقول انه ما ينفعش اوزنها بمسطره واحده مع مدينه نصر ومصر الجديده والاحياء الراقيه اللي فيها. هي مش نفس المسطره. هي مدينه نصر اغلى بس هم ايضا كمان 150 جنيه مش قادرين عليها. وده كان نتيجته كمان. طبعا وده كان نتيجته ايه؟ كان نتيجته ان الاقبال كان الاول ضعيف. لما بدا يحصل مد للمده وتقسيط على 3 سنين ووعود بانه ان شاء الله هتتخفض حصل اقبال اكبر. احنا عايزين كل الناس تتصالح عشان صح. يحصل تقنين صح. فعلا وعشان نستفيد بالخدمات فعلا. حضرتك شايف وهتحاول ان انت مع المسؤولين ومحافظه القاهره انه ال 150 جنيه بتوع العزب تقل على الاقل ال 100 جنيه حد ادنى
فبالتالي الناس تخفض التلت فيحصل اقبال اكتر والناس تقنن كل اوضاعها ويعيشوا في سلام عشان يعملوا خط فاصل بين المرحله السابقه اللي كان فيها عشوائيه والمرحله القادمه. مفهوم. دي نقطه مفهوم. مهمه جدا. الخدمات بقى محتاجين كل الخدمات يعني هو فعلا المناطق دي غير مصر الجديده ومدينه نصر طبعا طبعا الأساسية. لا في فرق سرعات كبير صحيح. فرق سرعات كبير وقعدوا سنين طويله بدون خدمات ففعلا يستحقوا خدمات كبيره طيب. جدا. طيب قول لي حضرتك في الاساس قبل الدخول في العمل السياسي ده حضرتك مطور عقاري صحيح. ومهندس وبتاع عقارات فلازم نستفيد بالخبره دي ما ينفعش طبعًا. ان احنا نهملها جاي عشان اقدمها. طيب ايه اللي ممكن تقدمه لنا كمفكر عقاري بقى اذا جاز التعبير او مطور عقاري لخدمه الاهالي مش بس مصر الجديده ومدينه نصر حضرتك بعد كده نائب للامه صح. ان شاء الله يعني شاء الله. فكلنا نستفيد بفكرك في استفاده سواء على المستوى الشخصي او مصلحه عامه. انا الحقيقه بفكر في المحافظه على الثروه العقاريه. مصر فيها ثروه عقاريه كبيره جدا بمليارات الجنيهات وما فيش قانون صيانة منظم بيها بمعنى ان حضرتك في المبنى في العمارة السكنية دايما في خلاف حوالين رسوم الصيانة يوه ده مش خلاف ده زعيق وشتيمة وجيران وبتاع ومحاضر وقضايا ومحاضر واللي انت عاوزه كل حاجة ومش بس على فكرة في العمارات حتى في الكومباوندز الراقية في مشكلة ما بين اتحاد الشغالين والشركة المطورة والملاك وفلوس صيانة وفرق الوديعة وكلام كبير حلها ايه؟ حلها بسيط مش هنخترع العجلة واحد المطور ملوش شأن بالصيانة لازم ننشئ قطاع جديد اسمه الفاسيليتي مانجمنت او شركات خدمات الصيانه. اولا شركات خدمات الصيانه السيارة. مين اللي ينشئها؟ احنا كدوله وكمطورين من نبتدي نروج لفكره ان لازم القانون اللي يعمل الصيانه هي شركات الصيانه متخصصة. المتخصصه وفي كثير من المميزات هنجنيها في هذا الامر. رقم واحد الشركات دي هتشغل عماله هتشغل نجار وحداد وسباك وكهربائي وخلافه. رقم اتنين هتشغله رسمي لان هيبقى في سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وتامين وبالتالي حقه هيبقى مامن واحنا كمان هنشوف ان الراجل ده شغال صح. لان احنا مش شايفينه وحاطينه في البطاله فانت بتكتشف ان البطاله عندك رقم هي الحقيقه هي اقل منه لان في كتير من الناس شغاله في هذه الشركات في اطار الصيانه ومش واضحه لا انا يهمني ان انا اعرفه واعرف ان هو مت عليه وبالتالي اشيله من ملف البطاله صحيح. رقم ثلاثه الاليه بتاعه المحاسبه لازم يكون في مراقب حسابات حيادي ومستقل لا شأن له بالمطور ولا شأن له بالمالك أو مستأجر هو اللي يقوم بمراقبة هذه الشركة الطرف الثالث ده بس طبعا الفكرة ممتازة بس ده مش ممكن يعمل مصاريف زي ده بالعكس ما انا بقى في شركه كامله مصاريفها بالاوفر هيدز بتاعتها لا. وجبت مراقب حسابات هتدفع له ده ليله بقى بيضه فيها فلوس ما هو على فكره اللي بيحصل عملا هو انه نتيجه عدم سداد الصيانه دي قيمه العقار بتنخفض لو حضرتك خدنا مثال صح صح لو عقار لا مش بس قيمه العقار بتنخفض ومستوى الخدمات في العقار او في الكومباوند بيقل طبعا طب المحافظه على الخدمات بتخلي القيمه العقاريه بتزيد بتخلي الثروه العقاريه بتزيد والامر ده في العالم كله مستقر تمام. لابد من وجود شركه للخدمات الصيانه ولابد من وجود اليه لمحاسبتها ومراقبتها ليس المطور وليس المالك طرف ثالث فكره حلوه مهمه جدا عشان فكرة حلو. وتخرج من اطار المشاكل والقضايا أنا مش بس بحافظ ده انا كمان بعظم من قيمه الثروه العقاريه طبعا يعني حضرتك انا هدي لك مثال لو واحده قيمتها مليون جنيه وعليها صيانه حقيقيه بعد ساعتين ثلاثه هيبقى قيمتها مليون ونص مليون و300 طب لو قعدت سنتين ثلاثة بقى فيها نشع ومشاكل في الاسانسيرات وفي المداخل قيمتها هتبقى 800 مظبوط فرق الثروة العقارية دي لصاحب المكان نفسه وللقيمة المضافة يا اما بالنقص يا اما بالزائد ده كلام مظبوط فالامر يستحق ان يكون يعني يستحق الدراسة صحيح لو دخلت المجلس هتتبنى الفكر ده وتطرحه طبعا في مشروع قانون باجل انشاء قطاع لشركات الصيانة المتخصصة صحيح ودي على فكرة انا لسه منوره في دماغي كمان بعيده بقى على الشغل الفني الهندسي المتخصص اللي حضرتك ادرى بيه مني هيفتح الاف ربما ملايين فرص العمل طبعا ده قطاع جديد كل بقى العماله غير المنتظمه هتخش تبقى منتظمه في شركات متخصصه بتقدم خدمات تخيل لو كل مبنى هيشغل اتنين تلاته شوف انت عندك كام الف مبنى كام مليون مبنى كام مليون مبنى يبقى حضرتك شوف هتشغل فرص عمل ضخمه جدا وبشكل شرعي ورسمي وقانوني وهتفض الاشتباك انا كل يهمني ان انا افض الاشتباك ما يبقاش في خناقه بين مالك العقار ومستاجر او مالك لازم نفض الاشتباك فكره حلوه جدا فكرة حاجه ثانيه ايه مهمه جدا اتفضل في مشاكل كثيره ليها علاقه بالمرافق ويهمني جدا في الاخر الوصول لاريحيه المواطن كويس طيب اريحيه المواطن دي بتيجي من ان انا هل يعقل ان انا مثلا عشان اعمل خدمه اضيع فيها يوم عشان انزل اسدد فاتوره كهرباء وميه وغاز وصرف اضيع فيها يوم لا الحقيقه لازم استفيد من الخدمات الالكترونيه صحيح وده الدوله والحكومه دلوقتي بتشجع عليه ما انا عايز اقول لك ان العاصمه الاداريه مثلا كنموذج يحتذى به في الحداثه احنا شخصيا في مشاريعنا الجديده
بنعمل نظام الكتروني يوصل لك الفاتوره بتاعه الكهرباء والميه والتليفون والغاز في فاتوره واحده على الموبايل بتاعك يوم واحد في الشهر، حضرتك سددهم بالكريدت كارد بتاعك وانت قاعد في البيت. مفيش يا باشمهندس طريقه ما توصليش فواتير خالص؟ تعرف دي تعملها؟ هحاول اعملها بس يا ارجوك لو عملتها تبقى يعني ده محتاج حاجه اكتر مجلس نواب شويه، ده هتبقى نائب مدى العمر مش نائب الدوره مدى العمر. يا ريت والله، الفواتير دي اوحش حاجه في الدنيا، بتخلصك من ان انت تنزل وتقف في طوابير، وبتخلصك من انت يعني في وسائل الكترونيه العاصمه الاداريه وكل المشاريع الجديده بتحذو بيها. متمني ان احنا نعملها في القاهره في مصر جديده ومدينه مصر ان شاء الله. انا بشكرك يا باشمهندس، ووقتي للاسف خلص، بس نهايه كده، لو انا مواطن في مصر الجديده ومدينه نصر وحضرتك بتقول لي انتخبني علشان في عجاله كده كعنوان، هتقول لي عشان ايه؟ علشان انا عندي قدره ان شاء الله على المحافظه عليك، من حيث ان انا اقدر ادي الخدمات اللي انت محتاجها بشكل جيد، علشان انا مش جاي علشان اعمل حاجه غير مصلحه مصر الجديده ومدينه نصر، علشان انا اقدر اني بعد اذا ربنا قرر لنا النجاح ان شاء الله هيكون في مكتب تنفيذي لتلقي الافكار والشكاوي. يعني كل واحد عنده فكره للتطوير او كل واحد عنده شكوى هيبقى في مكتب لتلقي الافكار والشكاوي وبحثها ومتابعتها. فالحقيقه انا جاي فقط عشان اقدم خدمه لاهل دايرتي والمكان اللي انا بحبه اللي عشت فيه عمري كله. كل التوفيق ان شاء الله، وباذن الله نبارك لك بعد الانتخابات اذا اكتسبت ثقه المواطن والناخب في مصر الجديده ومدينه نصر. شرفتنا يا باشمهندس، كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا، شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا النهارده، بكره حلقه جديده واخر النهار ونهار جديد، ودايما دعوتي ليكم ارجوكم خلوا بالكم من نفسكم. اسمعوا على طول الفاصل، هسيبكم دلوقتي مع تقرير بيرصد فيه المهندس طارق شكري وهو مرشح دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر للنزول إلى دائرته والتواصل مع أهالي الدائرة وخصوصا تكريم المرأة والنساء بعد الفاصل. احنا جايبين يوم لتكريم المرأة في مصر الجديدة ومدينة نصر، عنوان ان احنا كمرشحين سنضع المرأة على رأسنا، سنستخدم كل وسائل النيابة للمحافظة وحماية المرأة. كمان احنا جايين في يوم في اخر ايام الدعاية الانتخابية عشان نقول ان صوتنا واصل للناس، واديك شايف حجم الحشد، حجم الالافات اللي جت إراديا ومبسوطة وسعيدة عشان تحتفل معانا أو عشان تدعمنا. كان لازم يكون عندنا الوفاء، الوفاء للشهداء اللي قدموا دمائهم، ما كناش هنبقى واقفين في هذا السلام والأمان اليوم. وأكيد بندعم مرضى السرطان وكل العيانين، بنساعدهم بكل ما نستطيع من قوة، ورسالة هنعلنها بشكل كبير جدا النهاردة. أحب أقول أنكم تستحقون خدمات أفضل، أنتوا حي محترم وراقي بناسه، ناسه مثقفين وفاهمين ومنتميين. أنا اخترت أن أكون أبذل كل جهدي وطاقتي عشان أمثل هؤلاء المحترمين. تكريم النهاردة ليه فارق معايا قوي، أنا مريضة سرطان وفوجئت أن سيادة النائب عايز يكرمني ويطبطب عليا ويقول لي أن إحنا معاكي مش سايبينك لوحدك، أنت برضو في حد في ظهرك مساندك. فبصراحة مبسوطة جدا، أنا فوجئت، يعني كانت مفاجأة حلوة بالنسبة لي إن سيادة النائب يستدعيني علشان خاطر التكريم دوت. أقول له يعني يا باشمهندس طارق إحنا مستنيين منك كتير، وأهل مدينة نصر مستني منك كتير، فيا ريت يعني أنت حضرتك وعدت وإن شاء الله توفي بالوعد. أحسن حاجة في اللي بيحصل النهاردة تكريم السيدات، لأن الست مش هقول لك نص المجتمع، هي تعتبر دلوقتي تلات أرباع المجتمع، هي الأم وهي المعيلة وهي كل حاجة بصراحة ربنا. فان هو كرم الست وان هو اتكلم عن الست بالطريقه دي، فيا رب يا رب تكمل للاخر، وبتمنى ان هو فعلا يعني اللي قاله ده يحققه، يا ريت يتحقق على ارض الواقع. انا عايزه اشكره جدا على ان هو بيكرم الست المصريه قوي كده، وان هو حاسس بيها بالشكل ده.